السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة الفراشة التعليمية معاكم اسمنا عبد الله معلمة رياض الأطفال إن شاء الله هبدأ معاكم في شرح منهج كونكت كي جي تو تيرم تو طبعا لو عجبكم الفيديو ده واستفدتوا منه اعملوا لايك وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم باقي شرح المنهج الفترة الجاية نبدأ مع بعض كونكت كي جي تو تيرم تو ستودنتس بوك وهنا اول ما بنفتح الكتاب بنلاقي نيم الاسم اسم الطفل يكتبه هنا سكول المدرسة كلاس الفصل يير السنة وهنا الطفل ممكن انه يضع صورة شخصية له وعندنا هنا كونتنتس المحتويات محتويات الكتاب هنا منقسمة الى تو سيمز محورين هاو ذا وورلد وركس كيف يعمل العالم منقسم الى تو يونتس يونت 5 ماي بارتي حفلتي يونت 6 ماي فارم مزرعتي بعد كده هنا عندنا communication اتصال او تواصل منقسم الى 2 units unit 7 my family's jobs وظائف عائلتي unit 8 my summer games العابي الصيفية review to and cut out بعد كده هنا عندنا فور وورد المقدمة المقدمة الخاصة بالكتاب بعد كده هنا عندنا كلمة دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الخاصة بنظام التعليم المنهج الجديد education 2.0 discover learn share اكتشف تعلم شارك بعد كده هنا عندنا سكوب and sequence تتابع وتسلسل الخاص بكل يونت هناخده من ناحية الكلمات اللي الطفل هيحفظها المهارات اللي هيكتسبها أصوات الحروف اللغة الجديدة اللي هياخدها وبعد كده هنا عندنا unit 5 my بارتي يونت 5 ماي بارتي ماي بارتي حفلتي نبدا مع بعض ليسون 1 ليسون 1 هنا معانا بعنوان ماي بارتي حفلتي البيز بي هنا بتقول لنا 1 listen and بوينت استمع وشاور To our party. Let's have fun. There's food for everyone. ده هنا البيز بي بتقول لنا نمبر 2 سينج غني فتعالوا نسمع السينج الجاية دي مع بعض ونرجع مرة تانية please come to our party let's have تعالوا نشوف مع بعض اهم الكلمات اللي موجوده اللي البيز بي بتقولنا عليها ولازم نحفظها كويس كيك كيك سي اي كي سي اي كي كيك ايس كريم ايس كريم اي سي اي سي ار اي اي ام اي سي اي سي ار اي اي ام ايس كريم pizza pizza p i z z a p i z z a pizza yogurt yogurt y o g u r t y o g u r t yogurt water water w a t e r w a t e r water salad salad s-a-l-a-d s-a-l-a-d salad بعد كده هنا عندنا في البيج دي البيز بي بتقول لنا one look complete the pattern and say انظروا اكمل الباترن اللي هو النمط and say وقول one cake ايس كريم cake آيس كريم كيك إكسلانت فهنرسم هنا كيك تو بيتزا بيتزا ووتر بيتزا بيتزا ووتر إكسلانت فهنرسم هنا ووتر ثري يوغرت سالد آيس كريم يوغرت سالد آيس كريم إكسلانت فهنرسم هنا آيس كريم وبكده نكون انتهينا من lesson 1 lesson 2 lesson 2 هنا معانا بعنوان our birthday party our birthday party حفلة عيد ميلادنا عندنا هنا البيس بي بتقول لنا one lesson and point استمع وشاور فعندنا هنا ستوري صغيرة تعالوا نشوفها مع بعض ونرجع مرة كمان One, can I have some salad, please? Yes, here you are. Two, can I have some pizza, please? Yes, here you are. Three. Can I have some yogurt, please? Yes! Here you are! Four. Can I have some ice cream? Can I have some water, please? Yes! Here you are! Five Happy birthday, Dina. Happy birthday, Adam. Happy birthday to you. Hip Hip Hooray. Hip Hip Hooray. Bzzz. Oh, how many candles are there? One. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, six. There are ten candles. Happy birthday, Adam. Happy birthday, Dina. <applause> 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 وبانتهاء القصة نكون كده انتهينا من lesson 2 3 3 هنا عندنا البيز بي بتقول لنا 1 لسون كات and ستيك استمع اقطع وي الزق عندنا هنا 6 بيكتشرز 6 صور علينا ان احنا هننتقل ل جو تو بيج 107 هنلاقي هنا 6 بيكتشرز 6 صور علينا ان احنا نقطعهم ونرتبهم بالترتيب اللي احنا نسمعه دلوقتي ده 1 Can I have some salad please? Yes. Here you are. Two. Can I have some pizza, please? Yes, here you are. Three. Can I have some yogurt, please? Yes, here you are. Four. Can I have some ice cream? Can I have some water, please? Yes. Here you are. 5 Happy birthday, Dina. Happy birthday, Adam. Happy birthday to you Hip hip hooray Hip hip hooray Oh how many candles are there? One, two, three, four, five, six, seven. Eight, nine, six. There are ten candles. Happy birthday, Adam! Happy birthday, Dina! <laughs> Hooray! <laughs> وهيكون ده الترتيب ننتقل للبيج اللي بعدها عندنا هنا our birthday party حفلة عيد ميلادنا البيز بي هنا بتقول لنا one listen and match استمع ووصل one can I have some pizza please yes here you are Two. Can I have some cake, please? Yes. Here you are. Three. Can I have some ice cream, please? Yes. Here you are. Four. Can I have some salad, please? Yes. Here you are. Five. Can I have some water please? Yes. Here you are. 6. Can I have some yogurt please? Yes. Here you are. وبكده kun انتهينا من lesson 3. Lesson 4. Lesson four. Here, معينا بعنوان Let's make a sandwich. Let's make a sandwich. و نلصنا صندهج. عندنا البيزبي هنا بتقول لنا One look and say. انظر وقول. Tomatoes. Tomatoes. Cheese. Cheese. Cucumbers. Cucumbers. Olives. Olives. Bread. Bread. Traffic light sandwich. Traffic light sandwich. تعالوا نتعرف عليهم اكتر توميتوز توميتوز طماطم اوليفز اوليفز زيتون تشيز تشيز جبنه بريد بريد خبز كيو كامبر خيار ساندويتش ساندويتش بعد كده هنا البيز بي بتقول لنا ميك ا ساندويتش اصنع ساندويتش ننتقل للبيج اللي بعدها فودز اراوند ذا وورلد فودز اراوند ذا وورلد اطعمه حول العالم طبعا كل دوله بيكون ليها طعام المفضل ليها واللي بتكون مشهوره بيه عندنا هنا البيز بي بتقول لنا نمبر 1 ليسن اند بوينت استمع وشاور 1 اي كام فروم ايجيبت Egyptians eat koshari and molokhia. Two. I come from Mexico. Mexicans eat nachos and tacos. Three. I come from China. The Chinese eat noodles and rice. Four. I come from Italy. Italians eat pizza and pasta. بعد كده هنا البيز بي بتقول لنا نمبر 2 توك اباوت يور فيفورت فود تحدث عن الطعام المفضل لديك وبكده نكون انتهينا من ليسون 4 ليسون 5 ليسون 5 هنا معانا بعنوان كان اي هاف سام كيك بليز هل يمكنني الحصول على بعض الكعك من فضلك عندنا هنا البيز بي بتقول لنا 1 Listen and point, استمع وشاور. Can I have some cake, please? Yes. Here you are. Can I have some pizza, please? Yes. Here you are. Can I have some ice cream, please? Yes. Here you are. Can I have some yogurt, please? Yes, here you are. Can I have some salad, please? Yes, here you are. Can I have some water, please? Yes, here you are. وهنا البيز بيبتقول لنا one listen and choose استمع واختار one girl one can I have some ice cream please girl two yes here you are فنختار هنا ايه number one ice cream excellent two boy one can I have some cake please boy two yes here you are يبقى هنختار هنا ايه نمبر 2 كيك اكسلنت بعد كده عندنا هنا 3 جيرل 3 كان اي هاف سام يوجرت بليز جيرل 2 يس هير يو ار يبقى نختار هنا نمبر 3 اكسلنت يوجرت 4 بو 3 كان اي هاف سام بيتزا بليز بو 2 Yes, here you are. يبقى نختار نمبر 4 هنختار بيتزا. بعد كده هنا البيز بي بتقول لنا نمبر 2 listen and repeat استمع وردد. 1 Can I have some ice cream please? Yes, here you are. 2 Can I have some cake please? Yes, here you are. Three. Can I have some yogurt, please? Yes, here you are. Four. Could I have some pizza, please? Yes, here you are. بعد كده هنا البيز three cut and stick. اقطع والزق فهننتقل هنا البيج 99 وفيها هنا البيتزا والووتر والسالاد والرايز واليوجرت والايس كريم هنبدا هنا نسال عن كل حاجه موجوده فيهم نقدر ان احنا نحصل عليها ولا لا زي هنا مثلا ايس كريم هنقول كان اي هاف سام ايس كريم بليز سالاد كان اي هاف سام سالاد بليز رايز can i have some rice please pizza can i have some pizza please water can i have some water please yogurt can i have some yogurt please وبكده نكون انتهينا من lesson 5 lesson 6 ليسون 6 هنا معانا بعنوان Learn Sounds with BZB. نتعلم الاصوات مع البيزي بي فتعالوا نسمع هنا مع بعض ذا واي اند دبليو ساوندز ونرجع مرة تانية نمبر 1 listen and repeat استمع وردد yogurt yuyu yellow water wash white بعد كده هنا البيز بيبتقول لنا نمبر 2 look and circle y and w هنا هنضع الدائرة حوالين الحروف اللي هي y و w yogurt y yuyu y يلو y, water, w, ووش w, white, w. ننتقل للبلج اللي بعدها وهنا عندنا بعنوان learn to write with PCB نتعلم نكتب مع البيزي بي هنا البيزي بي بتقول لنا one trace and copy حدد وانسخ عندنا هنا letter y و letter w

first letter w excellent وبكده نكون انتهينا من lesson 6 lesson 7 lesson 7 هنا معانا بعنوان let's learn about words let's learn about words هيا نتعلم حول الكلمات 1 listen and circle the last letter استمع وضع دائره حول اخر حرف 1 yogurt last letter تي تو اج اج لاست لتر جي اكسلنت هنضع عليها سيركل ثري كاروت كاروت لاست لتر تي اكسلنت هنضع عليها سيركل فور بريد بريد لاست لتر دي اكسلنت فايف بنانا بنانا لاست ليتر إيه. اكسلنت سكس 8 8 لاست ليتر تي بعد كده هنا البيز بي بتقول لنا نمبر 2 لسن again and ساي استمع مره اخرى وقول 1 يوجرت 2 ايج 3 كاروت 4 بريد فايف بانانا سكس ايت ننتقل للبيج اللي بعدها وهنا عندنا البيز بي بتقول لنا نمبر وان تريس كوبي اند رايت حدد وانسخ واكتب وان بيتزا بيتزا هنكتب بيتزا وهنكتب هنا على اللاينز كلمة بيتزا تو سلد سلد وهنكتب سلد ثري water water هنكتب ووتر مرة تانية وبكده نكون انتهينا من lesson 7 lesson 8 lesson 8 معانا هنا بعنوان counting 6 to 10 العد من رقم 6 إلى 10 عندنا هنا البيز بي بتقول لنا one look and follow انظر وتتبع علينا ان احنا نتبع النقاط اللي موجودة دي ونصل كل نمبر كل رقم بالكاندلز الشموع الخاصة بي عندنا هنا نمبر 6 7 8 9 10 ننتقل للبيج اللي بعدها وهنا عندنا البيز بي بتقول لنا 1, count and trace عد وحدد 6 7 8 9 10

10 10 1 2 3 4 5 6 6 هتلاقوا عندوكوا في ال description box link video ازاي تتعلموا تكتبوا ال numbers الارقام بطريقة صحيحة على استراتيجية skywriting from 0 to 10 فاتفرجوا عليه وبكدا نكون انتهينا من lesson 8 lesson 9 lesson ناين هنا معانا بعنوان a decorated كيك طبعا عندنا هنا بروجكت مشروع هنا عندنا البيزي بي بتقول لنا نمبر 1 decorate a cake. زين الكيك فطبعا هنحضر كيكه ونبدا ان احنا نزينها وهنتبع الخطوات اللي موجوده قدامنا بعد ما نحضر الخامات والحاجات اللي موجوده زي تزيين الكيكه الشموع اللي ممكن نعمل عجينه سكر والوان طعام صحيه نبدا ان احنا نزينها باللون المفضل لينا بعد كده هنا البيز بتقول لنا نمبر 2 look and say انظر وقول this is my cake it's blue أو تختار اللون اللي انت بتحبه ممكن it's orange it's yellow it's red ننتقل للبيج اللي بعدها وهنا عندنا البيز بتقول لنا نمبر 1 show until فنبدأ هنا نعمل شو مع أصحابنا ونعمل party حفلة وبكده نكون انتهينا من ليسون 9 بلاي تايم بلاي تايم طبعا اخر حاجه موجوده معانا في يونت 5 عندنا هنا البيز بي بتقول لنا نمبر 1 لوك اند كلر زين سي انظر ولون ثم قول عندنا هنا هنلون طبعا الرسومات الموجوده قدامنا دي فلاج بيراميدز سفينكس بعد كده ننتقل للبيج اللي بعدها وهنا عندنا البيز بي بتقول لنا نمبر 1 ريد اند كلر اقرا ولون اوليفز tomatoes cheese bread Cake بيتزا ايس كريم بعد كده نبدا ان احنا نلونهم وبكده نكون انتهينا من بلاي تايم وبكده نكون انتهينا من يونت 5 بعنوان my party my party حفلتي بفكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم بإذن الله المرة القادمة يونت 6 بعنوان my farm مزرعتي كان معكم يسمون عبد الله معلمة رياض الأطفال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.